يعني الراجل طلع مسخره. هو المصحف الشريف ما طلع ليه في حاجه، هو كلامه خلاص. بس انا بصراحه اللي خلعت. طب بقول لك ايه بنت، ما تجيبوه لنا. يلا يا مجنونه. مجنونه ليه؟ هاتوا لنا نتسلى بيه حبه بدل الغم اللي احنا فيه ده. يا لهوي، انت واضح ان النبويه وجابر هبلوكي على الاخر. احكي لي يا عم مرشد، احكي لي. الواد النحنوح ده فاكرني بنت هبله هيضحك عليا بكلمتين، فاكرني بمرياله. طب ما يمكن بيحبك بجد. حبك بص يا بنت، هيحبني على ايه؟ هو انا اذا تلاقي البنات حواليه قد كده احلى مني واحسن مني 100 مره ومتعلمين احسن مني، هيبص على واحده خدامه؟ ومالها بقى الخدام؟ الخدامه ده ملهاش يا حبيبتي، من ساعه ما بتوصل الشغل وهي بتنظف، يا تمسح التراب من على التماثيل، يا تمسح الارض، يا تستنى الهلم لما ترجع عشان تمسح تحت رجلها وتجيب لها الجزمه وتقلعها الشبشب. وكلكم بقى والاستاذ مرادكم تاني يقول نكته سخيفه لازم الخدامه تضحك، جوه في قلبها في ايه محدش دريان. يلا وايه الغم اللي احنا فيه ده؟ انت مالك قلبتيها مين رزق كده؟ ولا غم ولا نيله. انت يا بت عندك اغاني بيئه؟ اه عندي. ليه؟ نرقص. يا لهوي، نرقص بعد الغم اللي انت كنت عاملاه ده كله؟ اصل بيقول لك ايه بقى؟ ايه قولي؟ اصل الجسم ده عامل زي الغربان، تهزيه ينزل السم اللي فيه، وانا يا اختي معبيه. معبيه ولا لا يا بنت؟ معبيه ولا لا؟ معبيه يا اختي معبيه. استني. خرجي كل اللي جواكي، ارقصي ارقصي وتلوي من الضحك زي ما تلويتي 100 مره من الحزن. ارقصي يا تميمه. سبتيني لوحدي ليه يا امي؟ محتاجاكي، محتاجه تربي في حضن. وحشتيني قوي يا امي، وحشتيني قوي. الله يسامحك، الله يسامحك. يا ترى يا علي، هيبقى لك نصيب وتشتغلي شغلانه زي الناس، ولا مكتوب عليك الشقة طول عمرك؟ الفقر ذل وحوجة يكفيك شرها، وجوع وناس ربط الحزام على بطنها. الفقر ذل وحوجة يكفيك شرها، ناس شد الحزام على بطنها. والعين بصيرة والإيد قصيرة، العين بصيرة والإيد قصيرة. يا مناس كتير الفقر كاسر نفسها، يا مناس كتير الفقر كاسر نفسها. الفقر ذل وحوجة يكفيك شرها. الو، ايوه انا عالية بجد. حاضر، انا تحت امرك. متشكرة قوي، متشكرة يا بنات. انا هشتغل شغل حلو يا بنت. اه هتشتغلي فين؟ لا بكره ما اعرف كل حاجه هقول لكم. ما تقولي بقى. يعني ما بتتهمش اي حد؟ لا. انت متاكد ان محدش يعرف موضوع الفلوس ده خالص؟ مفيش غير الشيخ زياد. طيب تعالى معايا عشان نعمل محضر. والفلوس ده شقى عمري كله. قول يا رب. هو في ايه؟ مين اللي سرقنا؟ ومين عارف ان ابويا عنده فلوس البيت؟ وانا مالي يا اختي؟ ما تسالي ابوكي، هو اللي داير عمال يقول لكل الناس انه معاهم كنز
واحنا اللي عايشين معاه ما نعرفش عنه حاجه. لا وايه؟ مخلينا نلحس البلاط وناكل الزلط. لما هو معاه فلوس مقروطها علينا ليه؟ قافش علينا ليه؟ انت عارفه لو كان محبح علينا شويه كان ربنا محبح عليه. لكن نقول ايه؟ يستاهل احسن عشان هو عايشنا في الغم والام. روح يا خليل، الهي ما توعى ولا تستوعى. انا اسف يا شيخ زياد، بس ده اجراء روتيني، وانت الوحيد اللي كنت عارف ان خليل معاه فلوس في البيت. والله والله يا شيخ زياد انا ما اتهمتك ولا قلت عليك كلمه، وربنا شاهد، حتى اسال حضره الضابط. فعلا هو رفض ان احنا نستدعيك، بس زي ما قلت لك ده اجراء روتيني. خليل هقول لك على حاجه بس عايزك تتاكد منها بنفسك، موضوع الفلوس ده ما خرجش بره اهل بيتك. معلش لو كنت بقول لك حاجه زي كده، بس انا متاكد من الكلام ده. انا ممكن اكمل الاجراءات عادي، بس شايف انكم تحلوا الموضوع ودي بينكم وبين بعض احسن. وايه اللي خلى حضرتك تقول كده؟ شوف، محدش يعرف موضوع الفلوس ده بره اهل بيتك غير الشيخ زياد، والشقه مفتوحه بمفتاحها. الاهم بقى، في علبه صغيره في الدولاب موجود فيها فرده حلق ذهب، يعني اللي سرق الفلوس ما قدرش يسرق فرده حلق الذهب دي. ها فرده الحلق بتاعت مراتي، الفردة التانية وديتها تتصلح. معاك حق، معاك حق. انت ايه حكايتك بقى؟ حكايت ايه بس يا نون؟ مالك داخله قفش عليا كده؟ مالك انت ومال البت اللي ما تتسمى اللي اسمها تميمه؟ تموت تتحرق بجاز وسخ، انت مالك؟ لا انت عايز الرجاله تحتوا عليا ايه؟ مش راجل؟ يبقى كل شباب الحته واقفين وقفه رجاله، وانا اللي ازوغ ينفع؟ ومالك يا اخويا محروق عليها قوي كده؟ طب بقول لك ايه؟ احنا نأجل الكلام في الحكايه ديت عشان عندي مشوار. مشوار ايه بقى ان شاء الله؟ شغل. شغل؟ ومن امتى تشتغل يا اخوي؟ من امبارح. طب ايدك بقى على الفلوس اللي عليه؟ اه بقى قولي لي كده يعني. انت بقى بتعايريني بالكام مرتوش اللي اديتهم لي؟ اه انا قلت كده. بس لعلمك بقى، انا كل اللي عملته ده عشان اعرف هتعملي ايه؟ اختبار يعني. اختبار؟ اه مش واحد لما يكون حاطط عينه على واحده يحطها تحت العين كده ويراقبها لحد ما يعرف هي كويسه ولا اكسكيوز مي. ما هو انت بس اللي بتعصبني يا حسن. طب بقول لك ايه؟ انا هروح المشوار ده كده في السريع، اخلص المصلحه واجي لك هوا يا عسل. ماشي يا اوعى تنامي، رجع لك. ها؟ ماشي يلا. باي باي يا عسل. الصلاة على الصلاة. ايش عليك يا جابر يا مدورها؟ دي كلها في ايه؟ طب بتدور على ايه وانا اجيبهولك؟ طب قول لي عايز ايه؟ طب عايز حاجه من الثلاجه اعملها لك؟ في ايه؟ ايوه في ايه؟ ايوه اتجننت يا كريمة، اتجننت يا كريمة، بتسرقيني؟ خلاص عرفتني في عشتي، وكل ما اقولها ربنا هيكرمني ويهديكي مفيش فايدة فيكي. خلاص اتس
ازاي نرشين اللي حيلتنا عشان البنت الغلبانه اللي كنت ناوي بتدوم حاجه؟ خلاص بقى عرفتني في عيشتي. اطلعي بره يا بنت الكلب، اطلعي بره، اطلعي بره. انت من بني وطول عمرك بني وعايشنا في الفار، حرام عليك. لما انت مجنس كل الفلوس دي انت مش فاكرش علينا ليه؟ اللي زيك اللي زيك مش عايش معايا. انت طالع عليك انا اللي استحملتك السنين دي كلها. استحملتك ليه؟ عشان خاطر البنت الغلبانه دي. عمرك ما حسيتي بيا انا جعان ولا عطشان مبسوط ولا زعلان. اطلعي بره بره. خلاص خلاص ونامي عشان خاطر. أنا يعني لقيتك بتقرأ يا أستاذ أمير قلت أعمل لك حاجة سخنة تشربها. عملت لك شاي ولا تحب تشرب قهوة؟ اقعدي يا تميمة، عايزة تقولي حاجة مش كده؟ يعني لو ما فيهاش إزعاج، يعني أنا كنت يعني عايزاك تعلمني ازاي الواحدة تعرف يعني تصون كرامتها وتاخد حقها، ولا الفقراء يعني والغلابة اللي زينا ما يعرفوش ياخدوا حقهم. بصراحة الدنيا صعبة وقاسية قوي، والواحد عشان يجيب حقه بيقعد يعافر مع الناس ويهاتي، محدش يعني سهل وقريب كده، كل واحد بيظلمك وبيبقى مش عايز يديك حقك. بس أنا بصراحة من ساعة معرفتك يا أستاذ أمير وانا حاسه ان انا يعني بقيت اقوى، ما بقتش ضعيفه، واعرف اجيب حقي. تعلمت منك ان الواحد يفضل يجري ورا حقه لغايه ما يجيبه. شوفي يا تميمه، الحق حبيب الله زي ما بيقولوا، وعشان تاخدي حقك لازم تفهمي ولازم تتعلمي. ابسطها لك اكتر، انتي عارفه هما بيعلموا الاطفال ازاي الكتابه؟ بيعلموا الاول القرايه، وعشان يعلموا القرايه لازم الاول يعرفوا شكل الحرف، فلازم تعرفي عشان تتعلمي، ولما تتعلمي هتعرفي تجيبي حقك من عين التخين، فاهمة؟ الصراحة يعني هو كلام كبير قوي يعني، بس كلام حلو وبيديني أمل كده. هو ليه الناس مش كويسة زيك كده يا أستاذ أمير؟ مش لازم الناس كلها تبقى كويسة زيي يا أستاذ أمير. يا تميمة ممكن تتعلمي من الناس اللي هم وحشين قوي في حياتك أكتر من الناس الكويسين، فاهماني؟ يعني أيوة فاهمة، كلام حلو برضه وكلام كبير. أهم حاجة أنا فاهماها دلوقتي إن جابر والولية العقربة اللي هو متجوزها دي ما يقدروش عليا، وإن أنا أقدر آخد منهم حقي تالت ومتلت. إن شاء الله تجيبي حقك. الحقني يا شيخ زياد، الحقني. إيه في إيه؟ هلا كويسة، خلي الكويس. الراجل اتحمل وطلعني. بعد ما عشت معاها حلوة أول مرة، حلوة؟ ده أنا ما شفتش معاه يوم حلو، ده كله مر. بعد ما استحملته يعمل فيها كده، يطردني ويرميني. طب بس اهدى يا ست كريم، ما هو مش معقول برضه الراجل هيطردك كده من غير سبب. وغلاوتك أنت من غير سبب، من باب للطاق كده. يا ولية، في حاجة اسمها من باب للطاق كده؟ على رأي المثل، إذا اتعرف السبب بطل العجب. أعمل إيه بس يا ناس؟ أروح فين وأجي منين؟ عشان خاطر يا شيخ زياد روح كلمه. سيء عليك النبي يا راجل، تروح تكلمه. حاضر حاضر، اهدي بس انت يا ست كريم. خش انت، خش. اتفضل تعالى يا امين، تعالى نشوف الراجل خلاص. يلا يلا يلا. قولي لي بقى عملت ايه بالظبط؟ تعالي تعالي يلا
ايه رايك؟ البس ده ولا ده ولا اقول لك ده احسن مش كده؟ بس الهدوم دي شكلها غالي قوي، دي ماركه يا بنتي، امال ايه؟ انا من هنا ورايح لازم البس من انضف المحلات. انا وضعي دلوقتي ما يسمحليش ان انا البس الهلاهيل اللي كنت بلبسها دي. ايه شكلك عايزه تقولي حاجه؟ يا سلمى انت متاكده ان الشغلانه دي كويسه وهتعوضك عن كل اللي صرفتيه ده؟ شفتي بقى ازاي انت طيبه زياده عن اللزوم. انا بعت الذهب بكام؟ بعته ب 7000 جنيه عشان اكسب شغلانه مرتبها 2000 جنيه في الشهر، مش ده النهائي. انا لو عملت شغل كويس هكسب اكتر من كده كمان بكتير. جليله يا حبيبتي، احنا ملناش غير بعض، انا اختك حبيبتك. اوعي تفتكري ان انا بعمل كده عشان اعاديكي، لا انا كنت بعمل كده عشان عارفه انك مش هتصدقيني ومش هتوافقي على اللي انا بعمله. اقول لك قومي يا حبيبتي البسي ده، والله هيبقى حلو عليكي. قيسيه. لا 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 ايه، قومي قيسي يلا. كنت بطفح الدم كل يوم الصبح لحد الليل عشان اجيب لقمه العيش، ما كنتش بستحمل عليهم الهوا الطاير. كانت لما تكح هي ولا البنت اجري اجري على المستشفيات والدكاتره. صحيح مش الدكاتره الكبار بس على قد اللي في ايدي. بقى لي سنين ما اشتريش لنفسي قميص ولا حتى شراب، وبسمع كلام زي السم وتصرفات تقرف ونجد بالليل وبالنهار، وبكتم جوايا واقول يا ادم معلش العيشه صعبه. عندها حق برضه. برضه يا خليل ما كانش يصح انك تسيبها تنزل في وقت زي ده، انت غلطان. فعلا غلطان، بس اعصابي فلتت مني. اقول لك لو عايزه تيجي البيت تيجي، بس انا مش هكون موجود، تعيش فيه هي والبنت. أنا ما عنديش مشكلة، هقدر أتصرف. قول لها ترجع، وأنا متكفل بكل حاجة برضه. ترجع البيت ماشي يا عم خليل، لأنها ست، وما أعتقدش إن لها مكان تاني غير هنا، لكن لازم تعرف إنها غلطت وغلطت جامد أوي كمان. فيها مين؟ أنت جاي تهدي النفوس ولا جاي تشعللها؟ يا حاج اللي تسرق جوزها ما ينفعش تعيش معاها أصلاً. إحنا ليه بنحاول نجمل الأمور ونصلحها مع إنها ما ينفعش تتصلح؟ أقسم بالله أنا لو مكان عم خليل ما ينفعش أعيش معاها ثانية واحدة. لا امنها على نفسي ولا على مالي ولا حتى شرفي. انا امي ما سرقتش حاجه، انا اللي خدت الفلوس. اول ما شفت الفلوس ما قدرتش اصبر، وبعدين كل شويه كنت بطلب من ابويا حاجات وياجلها ويقول لي بعدين، وكده انا ما سرقتش، دي فلوس ابويا. قول لها ترجع يا شيخ زياد، انا اعرف اربي قال ازاي. أنا غلطت وظلمت كريمة. أقول لك أنا جاي معاك عشان نرجعها. طب يلا. يلا خليل، يلا يا أمين. يلا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. هبله الواد تلاقيه مش لاطم مع حد وعايز يتسلم مع اي واحده، توقعتي في دماغه. روح نام يا بت، روح نام يا هبله. معجب بيكي ايه؟ مش عاوز اسمع منك ولا كلمة، ورب الكعبة انا ما رجعتك الا عشان خاطر الغلبانة دي، عشان الناس ما يقولوش عليها امها حرامية سرقت مال ابوها، عشان راسها تبقى مرفوعة لفوق قدام الناس. من النهاردة انت في حالك وانا في حالي، مفيش كلام بيننا خالص، ولا لسانك يجي على لساني لحد يوم الدين، ويمكن ربنا يكرمني واموت وارتاح منك. النبي ما تقول كده، بعد الشر عنك ان شاء الله. انا
معلش حقك عليا. بقول لك يا ستي، انا متاكد مليون في المية ان كريمه هي اللي سرقته. انا مش عارف ازاي يرجعها. ما هو اي حد هيسرق كده ويعدي بسرقته الدنيا هتخرب هتبوظ. اصلك انت لسه ما خلفتش. خليل خاف على هاله بنته. بنته عروسه. الناس هتقول ايه؟ هتقول ان امها حراميه والناس ما تصدق. يقولك على راي المثل اقفل قدر على فمها تطلع البنت لامها. يا حبيبتي ما هو ده مش منطق خالص. وهو من المنطق ان ابوك يقعدني معاه بعد بنتي ما ماتت وانا كنت مطلعه روحه في حياه بنتي؟ بص يا امير، الدنيا مش ورقه وقلم، الدنيا حاجات كتير قوي. الدنيا دايما تحطك في اختبار وتشوف هتعمل ايه، هتفضل نفسك ولا هتفضل غيرك على حساب نفسك. بص يا ودي امير، انت تبطل تقعد مع البت تميمه لوحدكم. جرايا توحى، انت دماغك راحت لفين بالظبط؟ ولا راحت ولا جت. انا يعني ما احبش ان انا احط البنزين جنب النار واقول مش هيولع. لا هيولع وهيولع في الدنيا كلها. وربنا قال لك خد بالك، وانا بقول لك اهو خد بالك ان انا واخده بالي قوي. حاضر، تحت امرك. يلا قوم اتفسح. حاضر، ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يسترها معاك دنيا واخره. شكرا يا تميم. ها عايزه حاجه؟ كنت عايزه اتكلم معاك في حاجه يعني. قولي. بصراحه بقى انا خايفه عليك انت والشيخ زياد من جابر. جابر كل ما عارفه صيع وبلطجيه ومجرمين، وانا خايفه يعني اذيكم. ولا يعرف يعمل اي حاجه اللي اسمه جابر ده. لو كان يقدر يعمل حاجه كان عملها. ما تخافيش لا عليا ولا على ابويا يا تميم. في حاجة تاني؟ أنا عايزاك تقف جنبي يا أستاذ أمير وما تسيبنيش. بس أنا قعدتي هنا يعني واكلة شاربة نايمة كده كل يوم يعني. إيه يا بنتي الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ أنت عارفة ستي فتحية لو سمعت الكلام اللي أنت بتقوليه ده هتعمل فيك إيه؟ هتقطعك، أوعي تقولي الكلام ده تاني. أيوة يعني بس الواحد لازم يبقى حسيس. يا بنتي أنا مش عارف ليه الناس مستغربة لما حد يقف جنب حد الناس بتستغرب. ده العادي، ده الطبيعي، أي حد محتاج جاره ومحتاج صاحبه ومحتاج قريبه لازم نقف جنب بعض، ده العادي، ده الطبيعي. عادي ايه بس يا استاذ امير؟ ده الناس بتنهش في بعض وبتاكل في بعضيها. ما تخافيش يا تميمه، انا مش هسيبك لحد ما تاخدي حقك تالت ومتلت من اللي اسمه جابر ونبويه مراته، اتفقنا؟ ربنا يكرمك يا رب يا استاذ امير ويفتحها في وشك دنيا واخره يا رب، وينجحك ويديك كل اللي بتتمناه. شكرا يا تميمه. اتفضلي. طيب انا يعني هخش انام وانا يعني نومي خفيف، لو عوزت مني حاجه اندهلي. حاضر. اتفضلي. ربنا يكرمك ويهدي لك الحال يا أمير. انتوا اتصلتوا بيا؟ افتكرت، بس الحقيقه عبد العزيز بيه لسه ما جاش. امال اتصلتوا بيا ليه؟ حضرتك ما اعرفش عبد العزيز بيه هو اللي قال لي اتصلي بيها. بعتيها على مكتبي. حاضر. يوم النهارده ما طلعوش شمس. اتفضلي.
لكن هقابله يعني هقابله، ايه رايك بقى؟ اتجننتي ولا ايه؟ انت فاكره ان مش سهل حد يقابل الناس دي؟ انت لازم تاخدي ميعاد ويقول له اه يقول له لا يا اختي. انا متاكده انه مش هيقول لا. كان لازم تقولي لي ان جاي هلا. انا كلمتك اكتر من مره علشان تقول له ان انا اشتغل عنده وانت اللي مش راضي. طب امشي امشي دلوقتي ونتكلم بعدين. على فكره لو فضلت تقول لي امشي امشي دي انا هقف استناه بره وانا اللي هتكلم معاه. جربت انت هتعنديني ولا ايه؟ لا يا سلام، الموضوع مش كده، بس انت عارف ان الحاله زي الزفت، هو انا كل ما اشوفك لازم اقول لك الكلمتين دول؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت بس اتكلم معاه وقول له ان انا عايز اشتغل وهو هيوافق على طول ان شاء الله. اشتغل عنده في البيت؟ لا في البيت لا. ليه لا؟ مش انا وانت متفقين ان انا هسيب الشغل اول ما نتجوز وانا بشتغل عشان اجهز نفسي؟ يا سلامه يا ستي، وانا عايز منك تجهزي نفسك، انا عايزك بهدومك اللي عليكي دي. ما ينفعش، ما انت عارف ابويا وطبعه مش هيرضى طبعا. كلمه بقى عشان خاطري. يلا مفيش مشكلة خالص يا ميرا، يعمل اللي هو عايزه. ايوه يعينها في اي مكان زي ما هو عاوز براحته. ماشي اوكي، يلا سلام. سلام. العربية فيها حاجة؟ لا يا باشا العربية زي الفل. انا بس يعني كنت عايز اقول لحضرتك يعني موضوع كده. ايه في ايه؟ قول. العربية جاهزة يا باشا، تحب تتحرك؟ طيب خلاص روح وانا هفطر وليك. اتفضل. ماشي انا واصل. ميرا قالت لي انك حلوه قوي. ده من ذوقها. انت صوتك مش غريب عليا. اصل انا كنت افتكرت انت بنت الست الغلبانه اللي بابا دفع لها فلوس المستشفى. انا بنت الست الغلبانه. وعايزه توظفي عندنا هنا في الشركه لو ممكن. بس محتاجين موظفين هنا. انا ما قلتلكيش تمشي. ممكن امشي؟ بصي هو انا يعني في بالي كده وظيفه تانية لو حبيتي، يعني مش هتبقى مستمره لحد ما نلاقي لك حاجه كويسه هنا. انت مؤهلاتك ايه؟ أنا معايا معهد فني تجاري. كويس، يساوي. إحنا بصراحة يعني محتاجين حد يكون أمين قوي في البيت. خدامة يعني. خدامة؟ خدامة، لا، لا طبعا. سوري، سوري. يعني الوظيفة دي بيسموها برا مديرة منزل. بيعملوا لها معاهد وكليات وجامعات، واللي تشتغل الشغلانه دي لازم تبقى عندها خبره وتعلمها واخده كورسات كمان. انا سمعت عن الحكايه دي بس يعني. يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه؟ انت بتكبري على الشغل ولا ايه؟ احنا محتاجين موظفه وانت محتاجه. بعدين انا هعتبرك السكرتيره بتاعتي في البيت. ان شاء الله مرتبك هيبقى كويس. قلتي ايه؟ بصي عشان ما تتوهميش يعني تتخيلي حاجه مش هتحصل. المرتب هيبقى تقريبا 2000 جنيه مش كتير، بس ممكن يزيد لما تجي لنا الشركه. يعني انت شغلك في الفيلا هيبقى مرحله. انا موافقه. كويس. برضه فكري. والله يا باشا البت هلا دي بت جدعه وامينه، وبعدين دي بت حتتي يعني اضمنها برقبتي. محمد كان قال لي مره انه عاوز حد يساعده في المطبخ. ابقى اساله، لو لسه عاوز حد ابقى هتقال. ربنا يخليك لينا يا باشا، طول عمرك صاحب واجب. ايه الكلام ده يا باشا؟ يعني الواحد ده مؤاخذه ما يعرفش يرب مراته؟ يعني سمع على حل شعرها عشان الحكومه تستريح؟ مش عايز وجع دماغ، ضربتها ولا لا؟ يا باشا يا باشا دي بت ملعب وماشي على حل شعرها زي ما هو بيقول لك كده.
وبعدين حضرتك كده روحي وصل الحاره واسالهم، هيقولوا لك هم هيكذبوا عليك يعني. هنروح وهنسال. انت بتقول ايه بقى في البلاغ اللي مقدمها ضدك؟ كده والنعمه يا باشا كده، انا عمري ما مديت ايدي على حد وعايز مما يرضي الله. انا باشا بعملها دايما بالنصيحه، بس هي لا مؤاخذه اللي راكبه دماغها. طب يرضيك يا باشا يعني، يرضيك يا باشا تسيب البيت وتروح تقعد عند ناس غريبه ما نعرفهمش؟ يرضي ربنا يا باشا. خد يا ابني على الحجز. حجز ده ظلم يا باشا والله. ما هو ده باشا اللي هيخلي الحريم بقى ما اعرفش نلمها. يعني الراجل اللي لما مراته اتحبس يا باشا، ايه البلد دي؟ ايه البلد اللي ما فيش راجل؟ وانت بتعملي ايه؟ مش طالعه بره، امشي. حاضر يا باشا، حاضر. وسلمي بقى يا سيدي السكرتيره الجديده، وانا متاكد انها هتبقى اهم مني ومنك في الشركه دي. يا ريت يا ايهاب، يسمع من بقك ربنا. انت عارفه احنا جبنا كام سكرتيره هنا قبلك؟ يا عم عمر، ما تخوفهاش من اولها بقى. ابدا والله، انا بس عايزه تعرف ان وضعها في الشركه هنا مهم جدا، وان السكرتيره الشاطره هي اللي بتدير الشركه كلها وبتبقى اليد العليا فيها. وانا تحت امرك، وان شاء الله اكون عند حسن ظنك. ان شاء الله. انت عارف بقى يا عمر ان انا ان شاء الله مسافر بكره الصين. انا عندي حاجات كتير قوي لازم اخلصها هناك. طب والبنك؟ لاجل. لا ما ينفعش، انت عارف ان ده ميعاد مهم جدا. يا سي عمر، وانا ما ينفعش اكون هنا وهناك في وقت واحد. هقول لك، انا هعمل توكيل لسلمى وهي تبقى مكاني. توكيل؟ هي سلمى تعرف ايه عن طبيعه شغلنا عشان تعمل لها توكيل؟ انا واثق فيها يا عمر، واثق فيها جدا كمان. طب قول لي ايه المطلوب مني بالظبط وانا اعمله لك على طول. انا يا ستي عندي معاملات بنكيه لازم اعملها بكره، ولازم بكره اكون في البنك علشان امضي شويه اوراق كده، وفي نفس الوقت عندي طياره مسافر الصين، ولو ما سافرتش عندي توكيل كبير قوي هنخسره هناك. طب ايه المطلوب مني؟ المطلوب منك ان انا هعمل لك توكيل بمقتضاه تكوني مكاني في كل حاجه، وانا لما هرجع هبقى اظبط بقى بقيه الاوراق. ماشي؟ ماشي، ما عنديش مشكله خالص. شفت؟ مش قلت لك هتبقى اهم مني ومنك؟ خلاص يا سلمى، روحي انت دلوقتي على مكتبك. عن اذنكم. اتفضلي. مراد بيه، قولي لي الاول بس ايه الحلاوه دي؟ ده احنا اتطورنا قوي، كل يوم بنزيد حلاوه عن اليوم اللي قبله. ربنا يخليك. انت مش هتبطل الحركات بتاعتك دي؟ مش قلت لك يا بيبي تستناني على مركب العربيه واجي معاك؟ ليلى اعملي لي القهوه بسرعه. حاضر. طبعا، ما انت جاي هنا عشان تشرب القهوه من الايدي الناعمه. جراموز ما تتبطي شويه. الله، ايوه حلوه قوي، حلوه قوي الخناقه دي. انا عايزكم بقى تتخانقوا زي ستات الشلق وتتشلطوا على الارض كده، انا احب اتفرج على الحاجات دي قوي. مراد بيه، هو حضرتك شارب حاجه لا سمح الله يعني وانت جاي؟ انا بالعكس، ده انا فايق جدا، انا بس قررت استمتع واعيش حياتي. بيني وبينك منى كانت كاتمه على نفسي قوي. الله الله على ضحكتك. بقولك يا ليلى، ما تيجي تسهري معانا النهارده. وبعدين بقى، انت مش قلت لي يا مرمر انك عاوز تقعد معايا لوحدي عشان تحكي لي قصه الاسره الثالثه؟ الله، ومال وجيجي، هي ليلى ملهاش نفس ولا ايه؟ بالعكس بقى، ده انا عايزها عشان احكي لها حكايه الاسرات من الاول. بقول لحضرتك ايه يعني، ولا مؤاخذه كده يعني، اما انت يعني مالكش في النسوان، ما تخليك في مدام منى يعني، اكرم لك كده. انت فاهمه غلط، فاهمه غلط قوي. لعلمك بقى، انا راجل مية مية، بس ما احبش الحرام، واحب لما اعمل حاجه اعملها مظبوطه قوي. يعني انا اليومين دول مثلا عايز استمتع شويه، اعيش حياتي، افرفش. لعلمك، اللي جرب مراد عمره ما ينساه ابدا. مراد بيه، وحشني جدا. يلا يا كذاب، لو وحشك صحيح كنت سألت عليا. معلش، أنا فعلا ندل. لا لا لا، أنت شكلك كده مش ندل مع كل الناس،
شكلك ندل مع ناس ناس. اعمل لك قهوه استاذ حسام؟ لا شكرا. ليلى بقولك ايه، عايزك تقولي لي اه ولا لا. ها ماشي يلا يا جوش. يلا يا مار مار. هو ايه اه ولا لا؟ وانت مالك؟ احنا مش صحاب؟ عايزني اعدي عليه في البيت. ايه؟ لا 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 لا، ما تفهمش غلط. لا انا مش فاهم غلط ولا حاجه. انت حد عاقل وذكي وعارف كويس الصح من الغلط. بقولك ايه، انت مش عندك ساعه غدا؟ اه. طب ما تيجي نتغدى سوا. لا معلش مش عايزه اتعبك معايا، انا بجيب غدا واقعد اكل هنا. طب لو قلتلك انا اللي عازمك؟ بس يعني في مكان عام ومطعم يعني، ما تقلقيش. ماشي. موافقة؟ موافقة. طيب انت حمستيني بقى، اقول لك تاني حاجة. اتفضلي. دي ايه دي ليه يا قلب؟ اه ليك انت. بمناسبة ايه؟ كل سنة وانت طيبة، النهاردة عيد ميلادك. انت عرفت ازاي؟ تنسيتي ان انا اللي وديتك لادهم صاحبي اللي في السجل المدني عشان يعمل البطاقه وشهاده الملك كانت معايا؟ اه صحيح افتكرت، كنت ناسيه خالص. شكرا قوي، ربنا يخليك ليا. وبعد مليون سنه. طيب انا هعد عليك وقت الغدا. ماشي. باي باي.